ذكر تقرير أصدرته مجموعة البيئة العالمية WWF أنه بحلول 2 أغسطس المقبل سيكون البشر استهلكوا كمية من الموارد الطبيعية أكبر مما تستطيع الأرض تجديده خلال عام بأكمله، ما يعني أنه خلال 7 أشهر انبعثت كميات من الكربون أكبر مما يمكن للمحيطات والغابات امتصاصه في عام واحد، كما استهلكنا المزيد من الأسماك والمياه وقطعنا كميات أكبر من الأشجار وتجاوزنا قدرة الأرض على الإنتاج في نفس الفترة. فاصل ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.